اهلا بكم مره تانية. فقرتنا الرياضيه بتاع فريق الاهلي كثيرا عن الحفاظ على بطوله الدوري للمره ال41 في تاريخه بعد الخساره الثالثه اللي تعرض ليها هذا الموسم. سقط المارد الاحمر امام بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراه التي جمعت الفريقين مساء امس الجمعه. من ناحيه تانية بيلتقي الزمالك النهارده مع الاتحاد في اطار البحث عن استمرار لسلسله الانتصارات والانفراد بصداره جدول الترتيب للزمالك. حديث مفصل عن مباراة الأمس ولقاء اليوم في هذه الفقرة مع الناقد الرياضي أحمد سمير. أحمد أهلا بك، صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور. طيب إحنا كنا بنتكلم امبارح عن، كنت معانا في التليفون وأنا سألتك عن توقعاتك للمباراة وأنت قلت لي إنه يعني ما عندكش توقع محدد وإنه الفريقين أقوياء. طبعا شفت الماتش إزاي وشفت النتيجة إزاي امبارح بعد ما شفت المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا مباراة امبارح اتقسمت على الشوطين. شفنا الشوط الاولاني طبعا كان فيه تفوق نسبي وتفوق واضح نتيجة ومن حيث الفرص بالنسبة للنادي الاهلي. المباراة اتعكست في الشوط الثاني تماما لصالح بيراميدز. الاهلي كان افضل، استغل الجبهة اليسرى القوية اللي عنده، كان في تركيز هجومي كبير من الجبهة الشمال عن طريق خبرات علي معلول ورمضان صبحي العائد للدوري المصري. تفوق واضح ونجح النادي الأهلي انه يسجل وياخد المبادرة في المباراة في الشوط الاول من الجبهة دي عن طريق عرضية لوليد عزارو. في الشوط الثاني الدنيا تغيرت تماما. نادي بيراميدز نزل باسلوب ضاغط هجومي على أمل إن هو يعوض النتيجة ويحرز هدف التعادل، وده اللي حصل في البداية من ضربة ثابتة لعبها عبد الله السعيد. كان في مشكلة في خروج محمد الشناوي، خطأ في الخروج من مرماه، بالإضافة إن النادي الأهلي دفاعه اللي كان بيلعب في مباراة امبارح بيعاني نسبيا من غياب العناصر الأساسية. خط الدفاع تقريبا أغلبه بيلعب في غير مركزه، عندهم مشكلة نسبية في الكرات العرضية، فبيراميدز قدر إن هو يسجل هدف التعادل. النقطة الثانية الدنيا اتغيرت كمان، كان في تيرنينج بوينتس أو نقط تحول في المباراة. الخطأ اللي استقبل النادي الأهلي خلاله الهدف. النقطة الثانية في الدقيقة 49 الأهلي كان له ركلة ثابتة مهمة جدا من علي معلول ارتطمت بالقائم، أتصور إن هي لو دخلت الهدف الثاني كانت هتغير مجرى المباراة. الأهلي كان أفضل كتير في الشوط الأول وبيراميدز تفوق في الشوط الثاني وقدر إن هو يسجل الهدف الثاني فاستحق نتيجة المباراة والتفوق على الأهلي امبارح. طيب كده احنا عندنا حسام حسن تفوق على لازاردي في اول مباراه ليه مع الاهلي، بتشوف التفوق ده ازاي وبتشوف مستقبل ايضا المدرب ازاي بعد كده؟ وطبعا في البدايه من الظلم ان احنا نقدر نقيم لازاردي من اول تجربه ليه مع النادي الاهلي. الراجل لسه واصل مصر يا دوبك خلال اسبوع، يعني يمكن دخل في التدريب حوالي 4 أو 5 مرات. على الجانب المقابل حسام حسن طبعا مدرب متمرس في الدوري المصري، عنده خلفية كبيرة عن كل اللعيبة الموجودة في مصر سواء فرقته أو المنافسين. لازاردي الأجواء جديدة، أول مرة يشتغل في قارة أفريقيا. بس كانوا يعني كان الناس الجمهور الأهلاوية كان معول عليه كتير يعني. طبعا هو دايما البداية بيبقى أوقات بتبقى بداية المدرب الجديد، أوقات بتبقى ليها ناحية إيجابية إن هو بيبقى نوع من بيدي نوع من الحماس والدافع للعيبة كلها إن هي عندها فرصة إن هي تثبت الوجود فممكن يرتقي المستوى، وأوقات إن هو بيبقى ما عندوش خلفية كبيرة عن اللعيبة أو عن المنافسين فبالتالي قد يكون بيعاني من بعض القصور في أوقات من المباريات لغاية ما يبتدي يتعرف على لعيبته بشكل أفضل والأجواء بشكل أفضل. يمكن امبارح أتصور إن هو لسه ما حفظش أغلب أسماء لعيبة الأهلي فالمنافسة كانت فيها نوع من الظلم لازاردي شوية إن احنا نقيمه من أول المباراة. كان الأهلي كان كويس في الشوط الأول، الشوط الثاني يمكن نسبيا هو كان عنده نقطة فكرة اختلاف في وجهات النظر على خروج ناصر ماهر. أتصور إن هو استعجل في خروجه نسبيا. ناصر ماهر الفترة اللي فاتت هو أحد أفضل لاعبي الأهلي وخروجه كان مؤثر بالسلب على النادي الأهلي امبارح في الشوط الثاني.
ايه اللي خلى بيراميدز يكسب في الشوط الثاني؟ بتشوف ازاي ايه اللي خلى اداء الاهلي يتحول في الشوط الثاني؟ احنا شفنا الفتره اللي فاتت مجموعه من الصفقات، الفريقين تقريبا اعتمدوا على فكره الصفقات ولاعيبه جدد بينضموا للفرقه. بتشوف ازاي اللي حصل ده؟ يعني بتشوف ازاي التدهور اللي حصل في اداء الاهلي والتطور اللي حصل في اداء بيراميدز رغم انه الاثنين تقريبا كان عندهم صفقات جديده. بالظبط، هو بيراميدز داخل المباراه استخدم ثلاث لعيبه من الصفقات الجديده، الاكوادوري سيفونتي كراس حربه، اريك تراوري المنضم حديثا من المقصه، وعبد الله سعيد المنضم يوم المباراه للفريق. على الجانب الاخر في التشكيل الاساسي الاهلي بدا برمضان صبحي، وبعد كده محمد محمود المنتقل من وادي دجله دخل الشوط الثاني. اتصور ان سبب التفوق الرئيسي بالنسبه لبيراميدز في الشوط الثاني القدرات الفرديه للعنصرين المهمين في الفريق، البرازيلي كينو احد اهم اللعيبه الموجوده في الدوري المصري حاليا، وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بالرغم ان هو كان وصل في نفس يوم المباراه واول يمكن ما اتمرنش مع الفريق، لكن لعيب قديم وعارف اجواء الدوري المصري وعنده خلفيه كبيره عن الاجواء وطريقه اللعب. كينو من الناس اللي هي المهمه جدا في الدوري، متالق كبير، يمكن مساهم في تقريبا ما يقترب من نص عدد اهداف بيراميدز السنه دي. بيراميدز سجل 27 هدف، كينو لوحده مساهم في 12 هدف، عامل 6 اسيست، 6 صناعه اهداف، ومسجل 6 اهداف. عبد الله السعيد في امبارح في المباراه صنع الهدف الاول وسجل الثاني، وكينو بالقدرات الفرديه خاصه في الواحد على واحد نجح ان هو يعمل الهدف الثاني بسهوله لعبد الله السعيد، فاتصور انه فرق جدا معاهم القدرات الفرديه في الشوط الثاني. لكن مش المدرب؟ المدرب طبعا بيبقى له جزء. انا على المستوى الشخصي كنت بشوف ان كان من الافضل ان كابتن حسام في الشوط الاول ما يبداش بكل الصفقات. هو ممكن اللعيب الاكوادوري بيراميدز الى حد ما كان عنده نقص نسبي في مركز راس الحربه، فكان من الطبيعي ان هو يبدا. عبد الله السعيد كان مهم ان هو يبدا لانه مش غريب على الدوري المصري. بيراميدز كان بيعاني شويه نسبيا في الشوط الاول من حته قلة الانسجام في التلت الهجومي، عشان كده في الشوط الثاني لما المباراة في أوقاتها ابتدت مع الوقت ابتدى اللعيبة تقرب من بعض أكتر، وفرق زي ما اتكلمنا العنصر الفردي اللي كينو عبد الله السعيد. طيب خلينا احنا بما اننا بنتكلم عن المثلث المتصدر الزمالك نروح لمباراة اليوم، الزمالك والاتحاد. الزمالك طبعا السنه دي هو متصدر الدوري، بيعيش حاله كبيره من الاستقرار على كل المستويات اداريا وفنيا، دعم فرقته بشكل ممتاز خلال الموسم الحالي، يمكن اللعيبه الاجانب فرقت جدا معاه السنه دي، اللاعب التونسي فرجاني ساسي عمل طفره كبيره في مستوى الفريق مع حمدي النقاز الباك اليمين. كمان عنده مدير فني نوع من مثبت التشكيل وفي حالة استقرار فني، عنده لعيبة مهمة زي كهربا بتقدم مستويات جيدة في الدوري. فالزمالك الفترة اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا ومتصدر الدوري، وهو أفضل فريق بيقدم عروض خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري. على الجانب الآخر الاتحاد يمكن نتائجه إلى حد ما لا تعبر عن قدرات الفريق في بطولة الدوري، يمكن الاتحاد متواجد في المركز ال 11، مركز لا يليق بنادي كبير زي نادي الاتحاد. أقصى الزمالك في البطولة. هو طب هو الـ 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 الأداء في البطولات اللي هي الإقليمية دي بيكون يعني بيأثر على الأداء في الدوري، يعني هو لما بنشوف فريق بيلعب في الدوري بيكون لعبه مختلف شوية في بطولة أفريقية أو بطولة عربية. طبعا نتيجة البطولة العربية قد تلقي بظلالها على مباراة النهاردة، لكن الاتحاد النهاردة هيدخل المباراة ناقص 2 من العناصر المهمة بالنسبة له، رزاق سيسي وداوودة، الاتنين لعيبة إعارة من الزمالك، ووفقا للعقد الانتقال أو الإعارة
هم محرومين ان هم يلعبوا في الدوري. انا مش عارفه انتوا بتحفظوا ازاي اسماء كل اللعيبه في كل فريق يعني. يعني من خلال المتابعه والاهتمام بتبقى الموضوع سهل يعني. فالاثنين لعيبه كانوا مهمين وعملوا كان لهم دور كبير في ماتش البطوله العربيه اللي نجح خلاله الاتحاد ان هو يقصي الزمالك. الاتحاد طبعا معاه كابتن حلمي طولان من الناس المخضرمه في بطوله الدوري، من الناس اللي هي بتجيد النواحي التكتيكيه بشكل كويس جدا. اي فريق بيمسكه كابتن حلمي طولان بيبقى فريق منظم تكتيكيا، دي السمه اللي احنا دايما بنشوفها مع فريق الزمالك. المباراة هتتلعب في الإسكندرية، أتصور أن يعني هتبقى مهمة جدا في تعديل مسار الاتحاد في الدوري وفرصة للزمالك أن هو يواصل الصدارة. الزمالك هو الأقرب دلوقتي لحسم اللقب ولا لسه بدري؟ على الورق هو رقم واحد أو متصدر الدوري بفارق 8 نقط عن بيراميدز، واعتباريا فارق 8 نقط عن الأهلي لو الأهلي قدر يكسب مؤجلاته. لو الزمالك فضل بنفس المومنتم ده أو نفس الفكرة إن هو بيكسب كسب 8 ماتشات في الدوري خلال الفترة اللي فاتت، هيبقى عنده فرصة كبيرة ان هو يحسم اللقب. لكن ما اقدرش اقول ان اللقب اتحسم بنسبة كبيرة، لاني اتصور ان قد يحدث بعض المتغيرات خلال الفترة. دايما الدور الثاني بيبقى اصعب في البطولات من الدور الاول، بيبقى فيه فرق بتصارع الهبوط بتبقى اكتر ندية، فرق دعمت كلها صفوفها بشكل كويس في انتقالات يناير. كمان في متغير مهم قد يؤثر، مش عارفين هيبقى في صالح مين، وهي بطولة الامم الافريقية اللي هتبقى في شهر 6. وقتها الدوري المصري مش هيبقى اكتمل، يعني البلان او الخطه ان الدوري المصري يكتمل بعد نهايه بطوله افريقيا. فبطوله افريقيا هيبقى فيه لعيبه كتير دوليه سواء من المحترفين الاجانب او العناصر اللي بتلعب في صفوف الاهلي والزمالك وبيراميدز هتنضم لمنتخباتها، مش عارفين حالتهم بعد البطوله هتبقى ايه، وحاله الاصابات والاجهاد قد تؤثر بشكل أو بآخر على حسم المرحلة الأخيرة من الدوري، بشرط أن ما يكونش فيه فارق كبير من النقط لصالح الزمالك عن بقية الفرق المنافسة. فده متغير قد يؤثر على المنافسة في الجزء الأخير من الموسم مع أو ضد أي فريق. طيب أحمد، قبل ما نسيب الدوري المصري ونروح لنقطة تانية في حوارنا، إيه أهم الصفقات أو الانتقالات اللي شايفها حصلت في الدوري؟ أنت وإنت بتتكلم يعني اتكلمت عن شوية انتقالات في الفرق اللي إحنا كنا بنتكلم عنها، لكن بشكل عام شايف إيه أهم صفقة أو أهم انتقال حصل؟ طبعا لو مسكنا طبعا الأهم الانتقالات بتبقى غالبا في فرق القمة. الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي، أتصور أن رمضان مع الوقت أنه يبتدي يلعب في التشكيل الأساسي هيبقى إضافة قوية للنادي الأهلي. لعيب جاي من الدوري الإنجليزي، وشفنا بصمة رمضان في الشوط الأول كان مهم جدا، يمكن تراجع بدنيا نسبيا في الشوط الثاني، لكن مع الوقت أعتقد رمضان هيبقى إضافة للفريق. محمد محمود لعيب بروميسنج جدا وانضم لمنتخب مصر خلال الفترة الفاتت، واعد ممكن يبقى إضافة قوية للنادي الأهلي. على الجانب الآخر نادي الزمالك النهاردة أو سمعنا امبارح أنه حسم خلاص رسميا صفقة المهاجم المغربي خالد بوطيب بدلا من كاسونجو اللي هيحترف على سبيل الإعارة في الدوري السعودي. خالد بوطيب برضو لعيب أساسي في الدوري، لعيب أساسي في منتخب المغرب، فأتصور أنه قد يمثل إضافة للفريق. بيراميدز برضو عمل 4 صفقات قوية، اللعيب الإكوادوري أرقامه قبل ما يجي أرقام بتقول إن هو هداف. عبد الله السعيد لعيب دولي ومهم في الكرة المصرية. إريك تراوري من اللعيبة المميزة في الدوري المصري وبيجيد اللعب في أكتر من مركز، ممكن يدي مرونة تكتيكية كويسة جدا كابتن حسام. فأتصور إن في صفقات مؤثرة خلال الفترة اللي إيه. خالد بوطيب على نفس مستوى كاسونجو؟ طبعا خالد بوطيب انا بشوفه ان هو مهاجم بيتقال عليه مهاجم كلاسيكي اللي هو رقم 9، مهاجم صندوق. كاسونجو بيتميز بالسرعات، كان عامل دور مهم مع الزمالك في التحولات من الدفاع الهجوم. الزمالك السنه دي عنده سرعات هايله جدا في الفريق في الهجمات المرتده، لكن عنده مشكله شويه في الفينش عن المرمى، بيضيع فرص كتير. خالد بوطيب الفتره اللي فاتت هو المهاجم رقم 1 في منتخب المغرب، ارقامه
لعب 20 مباراة دولية مع منتخب المغرب، بيعتمد عليه هيرفي رينار الفترة اللي فاتت كرقم واحد، سجل هدف للمغرب في بطولة كأس العالم قدام منتخب كبير منتخب أسبانيا في الجولة الثالثة، بلس ان هو جاي من الدوري التركي، أرقامه إلى حد ما معقولة، لعب 18 مباراة السنة دي، ساهم في 9 أهداف، يعني مسجل 5 وصانع 4، فهنشوف الفترة اللي جاية ممكن يعمل إضافة للزمالك ولا هو يمكن سنه كبير نسبيا، مهاجم طويل القامة فبيجيد الكرات العرضية. النقطة المهمة كمان اللي أنا عايز أتكلم فيها، ودي نقطة مهمة، خلال الفترة اللي فاتت اللعيب العربي من شمال أفريقيا عمل إضافة مهمة جدا في الدوري المصري، شفنا لعيبة الزمالك فرجاني وحمد النقاز، شفنا وليد أزارو في حالته الطبيعية وعلي معلول قدموا إضافة مهمة جدا. أنا بشوف إن الكرة المصرية اتأخرت نسبيا في التعاقدات وإن هي تضم اللعيبة الدولية من شمال أفريقيا، بتمثل إضافة أفضل من اللعيب الأفريقي. اللعيب العربي بيبقى لعيب دولي، لعيب شمال أفريقيا بيبقى عنده شخصية، عنده نوع من الثقافة التكتيكية، الأجواء الكالتشر بتاعت مصر بيبقى خلاص مش غريبة عليه، على عكس اللعيب الأفريقي بيحتاج وقت شوية للانسجام. هو حتى منتخبات الشمال أفريقيا منتخبات قوية يعني. بالظبط، خلال الفترة اللي فاتت شفنا منتخب المغرب طبعًا. من أقوى المنتخبات، تونس دايما في حالة، فبالظبط فدايما الفترة اللي فاتت تعاقدات من شمال أفريقيا عاملة إضافة قوية جدا في الدوري المصري. طيب في أي ملاحظات تانية على الدوري المصري قبل ما نتخطى النقطة دي ونروح للدوري الإنجليزي شوية؟ مفيش، يعني أنا بشوف إن الفترة الجاية حاسس إن في مفاجآت هتحصل، حاسس إن في يعني ممكن توقعات ليك مختلفة الفترة اللي جاية هتحصل؟ هي على مستوى المنافسة أتصور إن المنافسة مش هتخرج عن المثلث الثلاثي، إحنا نتمنى بس الفترة الجاية إن يكون الحضور الجماهيري يبقى مكثف بشكل أفضل ويبقى في استقرار في دخول الجماهير. تكون إيه يا أحمد المعايير اللي بتحكم فكرة حضور الجمهور؟ يعني زي إيه؟ هو الفترة اللي فاتت طبعا هو قوة الفرق ولا يعني بيكون ايه؟ هو طبعا احنا موضوع دخول الجماهير في الماتشات الافريقية خلاص إلى حد ما بقى الجمهور، يعني شفنا ماتش الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال كان الحمد لله كان الجمهور مالي الملعب ما فيش مشكلة، نتيجة المنافسة بس والندية والتعصب شوية بيبقى نسبي في الدوري في المصري، فبيبقى له معايير شوية ان هو الفترة اللي فاتت بيبقى في حدود 5000 عدد الجماهير، 3.5 للفريق صاحب الأرض، 1.5 أو 1.5 للفريق الضيف، بس لسه فكرة اللقاءات الجماهيرية مع بعض لسه ما اتحسمتش فكرة دخول الجمهور فيها. يعني نتمنى أنها تتحسم إن شاء يعني الله. طبعا حاجة مهمة. نروح للدوري الإنجليزي. طبعا محمد صلاح في اهتمام طبعا انت عارف اكيد بقصه الدوري الانجليزي والماتشات بتاعه الدوري الانجليزي، كان ليفربول مع مانشستر سيتي ومانشستر فاز على ليفربول، بتشوف ازاي الفوز ده يعني عوده فكره الصراع او فكره المنافسه على لقب هداف الدوري، على لقب الدوري طبعا مباراه لقب الدوري اللي هو الفرقه اللي هتاخد الدوري بالزبط. بعدين هنتكلم عن لقب الهداف ده دي حاجه تانية. ماتش السيتي طبعا وليفربول كان يعتبر واحد من اهم ماتشات الموسم في البريمير ليج، ليفربول كان ليدنج الدوري قبل المباراه فارق عن السيتي بسبع نقط، السيتي استطاع ان هو يفوز فقلل الفارق لاربع نقط وقدر ان هو يرجع للمنافسه من جديد خلال الموسم. الماتش طبعا كان زي ما اتكلمنا كان مهم جدا للفرقتين، كان مباراة كل الأنظار العالم تبعتها، نتيجة أن الدوري الإنجليزي يعتبر دلوقتي هو أهم دوري على مستوى العالم، فطبعا لسه هنشوف الفترة الجاية بقى هل ليفربول هيستطيع أن هو يقدر يحافظ على تقدمه في جدول الدوري لنهاية الموسم ولا هو بيقدم واحدة من أفضل مستوياته الموسم ده، عارفين أن ليفربول عنده طموحات كبيرة جدا أن هو يحرز لقب الدوري الإنجليزي اللي ما يعني ليفربول ما حصلش عليه في نظام البريمير ليج الجديد. آخر بطولة دوري كسبها ليفربول كانت سنة 90
وهو يعني الفريق الثاني محليا في عدد البطولات 18 بطولة خلف مانشستر يونايتد اللي متصدر عدد البطولات ب 20 بطولة. فليفربول عنده كل الإمكانيات السنة دي سواء من ناحية مدرب قوي جدا يورجن كلوب، عنده عدد من اللاعبين من الأفضل على مستوى العالم، فعنده فرصة كبيرة أنه يحرز البطولة السنة دي. لكن هنشوف الصراع خلال الفترة الجاية مين اللي هيقدر يحسمه، السيتي ولا ليفربول هيحافظ. توتنهام جاي من بعيد متخلف يعني أو أقل من ليفربول في عدد النقط بست نقط، فالإثارة موجودة خلال الفترة القادمة. طيب نتكلم عن محمد صلاح تحديدا، الأداء في الفترة الأخيرة ومسألة الجائزة، جائزة أحسن لاعب في أفريقيا 2018 المفروض من الاتحاد الأفريقي، بتشوف إزاي طبعا محمد صلاح في البداية طبعا بيقدم مستويات كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، توجها ان هو حصل على اللاعب رقم 3 كأفضل لاعب في العالم السنة دي 2018. والحقيقة محمد صلاح عايش حالة ومعيشنا معاه كمصريين حالة كبيرة جدا من الشغف، يعني حاجة أشبه كده من ليالي الأنس في الأنفيلد اللي هو معقل ليفربول. كل الناس بتتابع ماتشات محمد صلاح النهاردة كأن ونادي ليفربول زي متابعتها للأهلي والزمالك. محمد صلاح بيقدم أرقام هائلة جدا، مع ذلك في ناس يعني ما استغنتش عن الفرقة المفضلة ليها، يعني لحد دلوقتي الناس في ناس ما بتشجعش ليفربول. يعني هو بعيدا عن محمد صلاح لسه في ناس يعني بتشجع الفرق اللي هي متعودة تشجعها. بالظبط، في ناس فعلا بس طبعا صلاح حاله خاصه يعني عنده. هو ده في الحقيقه في ناس لها انتماءات لمانشستر يونايتد ارسنال، لكن لما محمد صلاح برضه بيلعب بيبقى في نوع من التعاطف مع محمد صلاح. طبعًا محمد صلاح فرض نفسه كحاله مهمه جدا على مصر، يعني جوزيف ني لما اتكلم على مفهوم السوفت باور القوه الناعمه سنه 90 كاول حد بيتكلم على المصطلح القدره على الجذب والاقناع بدون استخدام القوة، محمد صلاح النهاردة أحد أهم القوة الناعمة بالنسبة لمصر كنوع من التأثير اللي بتقدمه واللي بيقدمه محمد صلاح وترويج لاسم البلد. يكفي الهتافات إن هو اللعيب الوحيد في يعني يكاد يكون اللعيب الوحيد في صفوف ليفربول اللي الجمهور بيتغنى باسمه طوال أحداث المباراة. المصطلح القوة الناعمة ده كنا دايما بنقوله على الكتاب وعلى السينمائيين وعلى الممثلين، دلوقتي بقينا بنقوله على صلاح فعلا، من التأثير، من قوة التأثير. أي مجال بيدي نوع من الجذب والإقناع لبلد أو لأي كيان بدون استخدام القوة المفرطة أو قوة عسكرية هو نوع من القوة الناعمة، وهي أفضل دعاية بدون مصاريف دعاية طبعا. فمحمد صلاح النهاردة هو سفير على أعلى مستوى لمصر على مستوى العالم من خلال الرياضة ومن خلال كرة القدم اللي هي بتستحوذ على اهتمامات عدد كبير جدا من المتابعين على مستوى العالم. فنتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق ان هو يواصل ارقامه الكبيره. هو النهارده بينافس بقوه على لقب هداف البريمير ليج برسم في 20 هدف مع فرقته، مسجل 13 وعامل اسيست او صناعه 7 اهداف. زي ما اتكلمنا قلنا ان هو ثالث افضل لاعب في العالم السنه دي. على الجانب الاخر محمد صلاح ان شاء الله بينتظره يوم 9 يناير الشهر ده الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والمنافسة اللي انتهت أو المنافسة محصورة الآن بينه وبين زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني مع الجابوني أوباميانج. أتصور أن محمد صلاح إن شاء الله ما عندوش أدنى مشكلة أنه هو يحسم الجائزة، فمش معقولة هيكون لعيب رقم 3 في العالم ومش هيبقى أفضل لاعب في أفريقيا السنة. فمحمد صلاح عنده فرصة كبيرة للسنة الثانية على التوالي أنه يبقى أفضل لاعب في أفريقيا إن شاء الله 2018. طيب من كلامك عن الدوري قلت أنه في نهاية الدوري هيصادف كأس الأمم الأفريقية، فرصة مصر وتنظيم كأس الأمم الأفريقية بتشوفه إزاي؟ أنا بشوف إن إحنا عندنا فرصة كبيرة للتنظيم. مصر بس جنوب أفريقيا أعتقد يعني فرصتها، أنا يعني مش عارفة مين فرصته أقوى، لكن هي بلد مهم وأيضا استضاف ليه سابقات يعني في فكرة الاستضافة كأس العالم. وطبعا مصر استضافت كأس الأمم الأفريقية، ولكن يعني اللي أقصده إنه جنوب أفريقيا بلد
كبير بعد انسحاب طبعا الكاميرون من القصة. أنا بشوف إن مصر إن شاء الله عندها فرصة كبيرة. كل الأخبار اللي خارجة من الكواليس بتقول إن شاء الله مصر عندها فرصة كبيرة لاستضافة البطولة. بطولة هتفرق معانا كتير. مصر عندها كل الإمكانيات لاستضافتها من حيث عدد الملاعب، من حيث الفنادق. كمان البطولة هتبقى نوع من أول بطولة أفريقيا هتستضيفها بلد هيبقى فيها 24 فريق، فبطولة مهمة هتفرق معانا كتير جدا إن شاء الله استضافتها في يعني إرسال رسالة يعني مهمة جدا لمصر من ناحية التسويقية، تسويق اسم البلد إن مصر بلد الأمن والأمان. مهم جدا إن احنا نستضيف أحداث مهمة خلال فترات زمنية متقاربة. مصر على موعد مع استضافة أيضا كأس العالم لكرة اليد 2021، فلو قبلها استضفنا كأس أفريقيا 2019 أتصور إن هي هتبقى حاجة مهمة جدا لمصر من الناحية التسويقية. كمان جرت العادة إن بطولة الأمم الأفريقية استضافتها بيبقى إعلان البلد بتبقى قبلها بسنتين بثلاثة أربعة. مصر فكرة إن هي لو أسند لها التنظيم قبلها بست شهور فده معناها إن البلد جاهزة لتنظيم أي حدث خلال أي وقت قصير. النقطة الثانية زي ما حضرتك ذكرتي هي قصاد جنوب أفريقيا، إحنا نتمنى إن عندنا يكون نوع من رد الاعتبار ولو من ناحية المعنوية إن إحنا نتفوق على جنوب أفريقيا. لو نتذكر صفر المونديال 2010 لما جنوب أفريقيا حصلت على شرف تنظيم أول كأس العالم في القارة الإفريقية، فأتصور أن تنظيم مصر الأمم الإفريقية على حساب جنوب أفريقيا هيبقى نوع من رد الاعتبار النسبي لمصر خلال الفترة الجاية. لكن مسألة التجهيز ومسألة الأماكن والأماكن الاستاد والفنادق زي ما انت قلت ومسألة استضافة الكاس ما عندناش مشكلة فيها. ما عندناش مشكلة. مصر عندها قاعدة عريضة جدا من المنشآت، الملاعب في كل المحافظات، عندنا فنادق على أعلى مستوى، عندنا شبكة الطرق الحديثة في مصر على أعلى مستوى، الانتقالات، كل المشاكل، وعندنا خبرات كبيرة في التنظيم. كمان أعتقد أن الموضوع دلوقتي بقى أسهل، يعني حتى بقى أسهل من زمان مع وجود فعلا شبكة الطرق زي ما أنت قلت. تمام. طيب أنا بشكرك طبعا أحمد سمير الناقد الرياضي، شكرا على وجودك معنا. أنا بشكر حضرتك وسعيد إن أنا كنت مع حضرتك النهاردة. نورتنا. طيب مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل هيكون لينا حديث مهم جدا عن الإنجازات اللي تم تحقيقها في مجال الثروة السمكية. فقرة هيكون معنا فيها دكتور أيمن عمار رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية. خليكم معنا بعد هذا الفاصل.